قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واركوا مؤمنين ته الدوما هيغا لفهو دا كحد قد بيو با إلهي لي سبحانه وتعالى الدوما هيغا لفهو دا كحد قد بيو لا تقنطوا من رحمة الله هكاقو صننا إلهي سبحانه وتعالى نحرستي إلهي سبحانه وتعالى وحين ويريا إنين نقن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إلهي بين ويريا سبحانه وتعالى وإنوله وأنيبوا إلى ربكم ربي جين حقي سولابتا فوتي في العقيدة بني آدمك وظلوم جهول سيد القرآن كسفين أيه ومن طبعي سيكمت هاي قفك يردع معصوم كماها ما متكرد ورصون ماها زلل يعسيان اما قففك يسيسي بشدة. حانو النبي عليه الصلاة والسلام حديثك حسن كي ترمذي ورين يكوت الماما ياه كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء خير نبي آدم وردن إن يهين دول قفية وقف لو يالة ويكسر تقلتها كو قفنا وحا وخير بدن بقى اللي يري سبحانه وتعالى من نبي عليه الصلاة والسلام كنت المام يا دتك الطائبين تاع بل نبي عليه الصلاة والسلام حديثتي سترادة بدن لباب كان كسقن وحوت المام يا سيد ربي إنه يريه إلهي إنه هبين كي قعمها صوفي ديه سيو قطو بدا قبله مالنتي كو حماها سميي ومالنتي وقعنت وصوف دي سيو قطو بدا قبله كو هبين كي حماها سميي إلا ينتا عد عدو باريقا كسو بحي دونت بله مركو الشيطان دار دار تيو دي هلكان كتوريا هلكان كتوريا إلا هنا حديثك إمام أحمد ورين يا حسن كي علماء دو كتل ماما يا وحيري وعزتي وجلالي لا أزل أغفر لهم ما استغفروني وحن كل دارتي شرفتي دي ويني دي دام كل دارتي كما الزول يو كما كما بدل يبا إلى هاي لينا قدام بدافة انت أي دم بدافة ويدي سنيا شيطان وحا دون تكو اتحان أنا وحن بلان كوقو قهضي انت وني قعما حقا يوسو تاقا يعني توبة دي ويدي سنيا إنا انك توبة أقبله. بل النبي عليه الصلاة والسلام انتو نينو يميبو كويري هدان دن بابو عين كان سمايو هدانا الهي توبة اغبال وكا اغبال ايا وهدانا كرنع وكا اغبال دن بسوع العلي كدبو النبي وحولي عليه الصلاة والسلام ولا يمل الله حتى تملو بو نبي وري لها يدن كدالي ما ينا يدن كداشان مو يعني هدو هدا دنبك استعاد قشا هدانا اتصور نغانا يسو ربي سبحانه وتعالى يدن كدالي ما يو إنا يدن كداشان مو يعني بل إلهي وحلي ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله عد كستو أما حما سميسة أما نفتيس الظلم ده قدالنا أما إنتا كدبنا إلهي سبحانه وتعالى دم داف ويديسته يجد الله غفورا رحيما وحيلا يقف كاسي الله سبحانه وتعالى ومد دم بدافه ونحرس بدنا قفك مؤمن كاهي ذنبي غير هي كوين هي كوكستا بينك توبتك يا نبي قفك مؤمن كاهي وين توبت لازمه نبي محمد عليه الصلاه والسلام والهي خلقك كوك دورتيا يا وحلي مالنتي ان توبات جير كبدن ايان الهي سبحانه وتعالى توبتك انا وحكى له ابا هني مركاس مركو قفك ذنوبتك توبتك انه انه لي ما ده اسبابها كان سنيه انه خيرك لازمه وأنا التوبة دادو تذبذب أنا كوني أنا أدب النقاني حتى هذا أدب النقطار تيدها شكني صار نقط إلهي وغفور الرحيم قابل الطو شديد العقاب نيه غافر الذنب وقابل الطو غافر الذنب ويان وقفه هدو إيمان كل انتو آخرة وتحت المشيئة إذن إلهي وغافر الذنب ودافك الذنب إيسا هدو طوبت كانين وقابل الطوب وطوبت على وكا أقبالي هدي كالانا نارتا اللوغو ميدايا
هدي أنا قال ما كودي مني نار توا ميل لغا طاهيني نيو أسكا جيدن بيقو كغتكي مركا إنا توبات أسكا جسكا ميديد إينا دنار اسكا ميديد ميد بحشوغا وحابان قفكا مؤمن كينو كود دالو إنو ميدو أسكا جدن بيقو أسكا ميدو توبات وإلهي سبحانه وتعالى وطوبات كينو سي توبات الله ينو تعالي سي إلهي سبحانه وتعالى وحقر رتبي تواب آدو تربدا لعدي توبات كينتا مرد أدينو كتل مامنا قرآن كوكوة المامية إلهي وحد المامية اللي بانتو هنا توبات دون كجرتو وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذا بدباد الربطان با إلهي إلهي توبات كينا وحيلهي نوت المامية توبات إن وحيدا بينا قد عي الله كما يدو وطوبة النصوحة هذا اللتي ما تعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم با إلهي إلهي بل الرب وحي نوت المامية سبحانه وتعالى توبة دا إن لغو أقباله وحمها آغي هرئين إلهي سمكوه بدلي إما إن حمه أتسمين شرطي ميشي دين بدل كده إلهي كارده قف خيرون صمين أيه وماشي سيئة خيرو قليه أما ستوبة دا حمك استوى دا الندمة أما مروغة كالاتي ما دم حمه نو مصحمية مروغة دا نتكم مروغتين يضا حسنة وحسنة لقو قرية سادة رادت با إلهي وحط المامية إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما كوي توبت كيني إيماني عمل ونأكسن لقهلي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كو أصبر ربي سبحانه وتعالى حمهودي سمان وقبدل يا بي إلهي سبحانه وتعالى بدل كل سيئة ونأكبات ليس قرآن وحينات المامية هدين الطابط كأنه دويدنا إن كنا علينا حتى إن ونا كنا علانا ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله سورة هود إلهي وحليه سبحانه وتعالى النبي هود وضتك الله الذي يوحكويلي وإلهي وطابط كان واستغفار لك علي يمتعكم متاعا حسنا سيفي عم بإله هيدن كن راحيني قرآن كوحينات الماما يتوبدي استغفارتو إني كانان روب كودة حوقو كوبتة حوله كوفي عنادة عرورتو كوتي ربضتة ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلهي سبحانه وتعالى على لسان نوحي على لسان هود وحوت المامي إن النبي دا سدت كود كلها يعني إلهي وطوبت كينا إركم با إلهي دين إرمانين أيا حوقين إن حوق بالي دين خدر أيا نبي نوحنا ولها ربا عرك إيدين إرمانين أيا ويمددكم بأموال وبرين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أرور إيو حالة بيره وحكست الرب أيدين فضيدينية وحكوه فلان توبد أما انتهيت إنه إلهي كنت الماما يكوش عليني إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أما سيو حكا فلان حديث كقرة يكوصى أروري عمل للسمائي وفرحد انت أليك أليكو كارو حديثكي صحيح النبي عليه الصلاة والسلام وشيقي سيدي نينكي ميل بنان ولا مدغانا اوكي سور راي انتو ميل سيرد دبي دبتنا اوكي كبحسد اوكي سي كلمي اي ديداي وايي اي كدي بيسيري كل واد غيريون اس هلكاغا استو دوبو اسكا سيخداي اي اسغو هرده اوكي سي يوررن ماركو دا اول نولل كقوستو سيري هكا بحدو ان اسكاجي اوكي سي يوررن دوليمي كاسي سدو افرحب النبي عليه الصلاه والسلام إلهي توبة دينا وكذا فرحت بدي يعني إلهي سواء دومي سأقولنا حريساني يوجي علي هاي كاس فرحت دي سبو نبي قولي عليه الصلاة والسلام إلهي توبة دينا وكذا علي بدي هاي
sida ugaad baa ilaahay subxaana wa tacaala dadkiisii wanaagsanaa wuxuu ku sifaynayay inay ahlu tawba ahaayeen laga soo bilaabo aadam iyo xaawa qaala rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam taqfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin laga soo bilaabo nebi ibraahim waladii atmaca an yakfira lii khati'ati yowma addiin rabbi ikfir lii waliwaaliday walilmu'miniina yowma yaquumu alxisaab nebi muuse rabbi innii dalamtu nafsii faqfir lii faqafara lah nebiy ullaahi daawuud wadanna daawuudu annamaa fatannaahu faistakfara rabbahu wakhara raakican waanaab faqafarnaa lahu dalik nebi muxammed faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidambik idan toobadu waa manzilo sare oo dadka saalixiinta iyo mursaliinta iyo dadka ugu sarreeya manaasishay degaan weeyaan qofka ilaahay toobadda waafajiyo waa qof alla jecliyey subxaanahu watacaala qofka mu'minkii markaas waa qof laasima sunnada nebiyada ee ah wax kasta oo ka dhaca inuu ka toobad keeno toobaddu markaa culimmadu waxay dhahdaan toobadu waa dembiga oo aada uga tagto tarku dembi cilman biqubxi adigoo og xumaantiisa waayo ilaahay ku nicmeeyey ee ku abuuray halkaad wixii uu ku siiyey ugu mahadnaqi lahayd dadku caasiday dabeetana cisyaankii xumihii oo aad ka tagto adigoo gartay inuu fool xun yahay wanadman calaa ficilihi bay yidhaahdaan adoo ka murugoonaya waxaa samayntiisii oo xumihii aad samaysay murugo kaa hayso wa casman calaa anlaa yacuuda ilayhi idaa qudir go'aansaday inaad dib ugu noqonin watadaarukan limaa yumkin tadaarukuhu min alacmaal bay dhahaa isku dayaya inuu haleelo wixii suurtagal ee la haleeli karo oo madaalimtii iyo wixii la noocay inaad celiso waadaa'an limaa duyica min alfaraa'id ikhlaasan lillaahi wa rajaa'an lithawaabi wa khawfan min ciqaabi wa an yakuuna dalika qabla algargara wa qabla tuluuci shamsi min maqribiha si kale haddaynu u tilmaamno toobaddu waxay yidhaahdaan saddex shay waa asalkeeda waqtigii xaad tegey iyo waqtiga soo socda iyo hadda waqtigii tegey wixii aad samaysay inaad ka murugooto waqtiga soo socda inaad go'aansato inaad dib ugu noqonin waqtiga hadda la joogo inaad ka fuqdo bay yidhaahdaan waa annadmu waaliqlaacu waalcasiima anlaa tacuuda ilayh midi waxa weeyaan wixii tegay inaad ka murugooto inaad wax xun samaysay aad qirsantay midna waxa weeyaan inaad ku go'aansato inaad dib ugu noqonin midna waxa weeyaan hadda la joogo inaad ka fuqdo toobadda waxaasi waa arkaanteeda bay culammadu ku tilmaamaan waxay raaciyaan hadday tahay madlamo cid laga galay dulmi aad qof u geysatay inaad dulmigii celiso dulmigu hadduu yahay xoolo ama dhiig inaad sidoodii u geyso xoolaad dhacday aad xadday aad khiyaamaysay aad waxuun ku samaysay ciddii lahayd inaad u celiso tiraahdo war xoolahaas baa laga qaatay la noqo waa kuwa xoolahaagii haddaad weydo bay yidhaahdaan inaad u sadaqadayso xataa hadduu mar dambe kuu yimaado uu sheegto wixiisii inaad siiso adiguna sadaqadaadii aad leedahay haddii kale aakhiro sadaqadii in isaga la siiyo waayo aakhiro qof waliba xoolaha wixuu sadaqaday siduu ka jeceliyay wixii meel kale ugu hadhay idan aakhiro hadduu yimaado iyadoo wuxuu lahaa loo sadaqadeeyey maalinta ayaa sadaqa ku siiyuu taagan yahay isbuwa sadaqadaysan lahaa hadduu helayo saa daraaddeed uu aqbalaya haddii lahayo ciddii dhexalkiisa lahayd ama waxaan lahayd in la siiyo ilaa xoolo ay dhexlayaan hadduu yahay dil aad geysatay iyo waxaad geysatay inaad isdhiibto oo tiraahdo war dembigaasaanad ka galay qisaastiina goosta hadduu yahay bay yidhaahdeen wax cirdiga ku saabsan qofku aad cayday aad xamatay aad maagtay aad wax ka sheegtay aad caynka ku samaysay inaad istixlaalka dalabto inaad tiraahdo aniga waxaad gudbay dembigeyga iska cafi haddaad ka cabsanaysa bay leeyin inuu mafsado ka weyn abuurayso oo ninku ama nin yaro camal xun uu yahay ama wuxuun aad si leeday haddaabaad sheegto armuu kusii qodqodaa ku yidhaahda wuxuu waa noocma maxaad samaysay oo haddaad sheegsheegtana laga yaabo inaad kuba sii kala go-daan oo dhabtu sii badato waxay leeyihiin inaad markaana ilaahay isaga dembi dhaaf u weydiiso
oo halkaad ka cayday aad ammaantiisa ku badasho halkaad xumihiisa ka sheegto aad wanaaggiisa ka sheegto ilaahay adigana toobadaadi wuu kaa aqbalaya isagana wuxuu raalli ku noqday ilaahay baa siinaya subxaanahu watacaala idan hadday madlamo la socotay waxay leeyihiin waa kaasna in lagu daro rukun afraad qolada sii kordhinaysa rukunka shanaad dee waa acmaaloo dhan wixii aan la aqbali jirin in ilaahay dartii loo sameeyo mooyaane ikhlaas inuu jiro waad ilaahay dartii u samaysay qodobka lixaad qolada ku darta iyo qolada ka saartaaba macnaheedu waxa weeyaan in waqtigeedii toobaddu dhacday toobadda mar kasta ilaahay wuu aqbalaa subxaanahu watacaala mar mooyaane bay culammadu yidhaahdaa mar lama aqbalo oo hadday gaadho qarqarada qarqaradu waxa weeyaan markay naftu isguraysa ee laabta ku soo cidhidhiyoonto waxay dhahdaan waa xilliga qaybku uu lumo ee wax waliba shahaada ay noqdaan waa xilliga uu qofku malaa'igta arko naftu markay qofku ka baxay sixadkaasi oo gaadho malaa'igtu arkaya bale wuxuu arkayaa janna iyo naar meeshuu ku socdo wuxuu arkayaa waxyaabo badan sida daraaddeed waxay yidhaahdaan waa xilli qaybnimadii laga soo baxay xilligaa qarqarada ee naftu ay halkaasi oo gaadho in allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yuqarqir nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidka tirmidhi uu warinayo saxiixa toobadda ilaahay addoonka wuu ka aqbalaa inta aanu maxay aanay qarqarada soo gaadhin inta aanu dhuunyeedhiska noqonin idan toobadda lama aqbalo labada jeer ee marna adiga inaad dunyeedis tahay oo naftu qarqarada soo gaadho marna dunidoo dhammi inay dunyeedis tahay waa akhiradii loo sii socdo oo calaamaadka qiyaamihii waaweyna ay bilaabmeen siiba ay bilaabantay calaamada tan ah cadceeddu inay galbeedka ka soo noqoto hadduu qofku toobad keeno marka isagoo wixiisii maadigee tegey murugada kala imanaya waxaa hadda jooga iqlaacya inuu dembiga ka fuqo kala imanaya waxaa soo socda go'aansanaya inuu dembigaasi u noqonin wakhtiguna uu yahay wakhti aanu ama dhuunyeedhis gaadhin ama cadceeddaasi galbeed ka soo noqonin camalka wuxuu u samaynayna uu ilaahay dartii yahay lixda rukuna ay sheegaan waa intaasi haddaad la timaado ilaahay subxaanahu watacaala toobadda waa ka aqbalaya bale waa ku farxayaa toobaddaada bale waxaynu idhi toobaddu hadday wanaagsanaato intaana dembiga gelin booskaad joogtay waxaa dhici karta inaad ka kormarto waxay culamada isweydiiyaan qofku marka dambe uu toobad keeno markii aanu dembiga gelin hore iyo markuu dembiga galay kadib ee uu toobad keeno iyabuu fiican yahay markaase waxay dhahdaan saddex xaaladood saddexba waa dhici karta inuu markii hore fiicnaa iyo markan ka liito iyo inuu halkiisii ku noqdo iyona ka kormaray sababaha uun waa sababo tira badan le waxaan uga danleeyo haddaad toobad keento laba shay baad wada helaysaa wixii xasanaad hore aad samaysay waa kuu qoran yihiin wixii dembi aad gashayna ilaahay wuu kaa dhaafaya waana ka nebigu ku tilmaamayay dadkii soo islaamayey hadday xasano hore lahaayeen aslamta calaa maa aslafta min khayr buu nebigu ku yidhi waxaad la soo islaamtay wixii khayr ee hore aad wadatayna yacnii islaamnimadu wixii dembiya way kaa tuurtay ama wixii aad khayr un samaysatay intaad xataa gaalka ahayd waa laguu qorayaa baa la yidhi idaa xasuna islaamuka hadday islaamnimadaadu marka kan fiicnaato toobadduna waa la mid haddaad si fiican u toobad keento wixii khayr hore aad samaysatayna kaama lumayaan wixii dembi hore aad samaysayna ilaahay subxaanahu watacaala waa kaa tirtiraya waxaynu u baahannay inaynu dembiga ka xishoonno nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa ummaddiisoo dhammi inay caafimaad qabaan kuwa la cafinaya ay yihiin kuwa dembiga la muuqmuuqdo mooyaane dembi haddaad ka toobad keento weligaa dib ha u sheegin ha ku faanin cayn kan baan ahaan jiriya kan baan samayn jir waxaasi toobad keen maaha waayo toobad keenku waa inaad nadaama ka timaada waxaad ka qoomamaysan tahay oo ka cadhaysan tahay waa inuu noqdaa waa inuu noqdaa waxaad ka xuntay waxaad sheegsheeggiisa isku ammaanto ama baraan sidan ahaan jiray aad tidhahda waa inaanu noqonin waa ceeb allah asturo haddii ceebtaasi alla kaa maydhay subxaanahu watacaala ood ilaahay uga toobad keentay waa inaad dib ugu noqonin qofka muslimkii hadduu toobad keeno wasaawisu shaydaankana waa inaad iska ilowdaa oo dadka barbaa isidhahda armaa toobadda laga aqbali waaya ama armaa dembigii dib ugu dhacda ama armaa armaagaasoo dhanna ilow garo ilaahay subxaanahu watacaala inuu ghafuuru raxiim yahay toobadaadana uu aqbalaya
waxa qura uu baahan yahay qofka muslimkii marka waxa weeyaan inaanu quusanin. Waana kii nebigu calayhi salaatu wasalaam inooga waramay nin boqol dilay oo lam yacmal khayran qatu, buu xadiidku leeyahay, aan khayr horaba samaynin laakiin toobad go'aansaday, wixii uu dembi galayna alla ka cafiyey oo toobadda laga aqbalay. Dilkiiyo dhiiggu waa khatar, waa dunuubta waaweyna lagu murasayay ma la iska aqbalaa, waa dembi saddex daraf le bay yidhaahdaan: xaq ilaahay iyo xaqa kii la dilay iyo xaqa kuwii dhaxalkiisa lahaa. Xaqa ilaahay kow toobaddu ku dhaca, xaqa warithaduna qisaastu ku dhaca inaad isi dhiibto. Ka la dilay xaqiisana haddii toobaddu ay saxday bay yidhaahdaan ilaahay baa kaa abaalmarinaya, ilaahay subxaana wa tacaala baa siinaya isaga wixii uu xaqu lahaa. Haddii adiga ilaahay toobaddaada aqbalo oo adigu aad noqoto toobaddiisu mid iimaan iyo camal saalix uu la socdo dariiqa saxa, idan qofka mu'minka ahi inuu marnaba toobadda ka quusto maha, xataa haddaanu weligii camal samaynin sida xadiidkaasi tilmaamayo, walam yacmal khayrun qatu, ayaa xadiidkaa weedhihii ku jiraya. Oo waxaa la tilmaamayaba malaa'ikatu raxma iyo malaa'ikatu alcadaab inay ku murmeen, laakiin laabtiisu inay dhanka khayrka u dhoweyd. Waxay culimmadu yidhahaan laab dhowaadkan waxaa laga daliishanayaa inuu qofkani xaggan u socday, qasdigiisu inuu dhankan u jeeday, dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala uu toobadiisa ka aqbalay. Sida awgeed, qofka mu'minka ahi dembiga yar iyo ka weyn iyo ku kastaba inuu ka toobad keena weeyaan, qofka mu'minka ahi waa inuu toobadda laasimo. Nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay khalqiga kuu ka doortaya ayaa wuxuu leeyahay maalintii in 70 jeer ka badan ayaan ilaahay subxaana wa tacaala uu toobad keena. Waxay kaloo u baahannay markaasi markuu qofku dunuubta ka toobad keeno inuu la yimaado asbaabaha keensanaya inuu khayrka laasimo, oo aana toobadaadu tadabdub aanu ku dhicin, aanaad dib u noqonin. Xataa haddaad dib u noqoto, hortayada ha shakini, soo noqo. Ilaahay waa ghafuuru raxiim, qaabili taw shadiidu alciqaab, ghaafiri dhanbi wa qaabili taw. Ghaafiru dhanbi weeyaan oo qofku hadduu iimaan un ku dhinto aakhiro waa taxta almashiia, idan ilaahay waa ghaafiru dhanb, waa dhaafi karaa dhanbigiisa. Hadduu toobad keenayna waa qaabilu taw, oo toobadda alla waa ka aqbalaya. Haddii kalena naartaa loogu maydhaya haddii aanu gaalnimo ku dhimanin. Naartu waa meel lagaga daahirinayo uskagii dembigu uu kaga tegay. Markaa inaad toobad uskaga iskaga maydhid iyo inaad naar iskaga maydhid mid baa jooga. Waxaa haboon qofka mu'minkii inuu ku dadaalo inuu maydho oo uskaga dembiga uskaga maydho toobad, oo ilaahay subxaana wa tacaala uu toobad keeno. Sababaha ku gargaara dadka toobaddana waxaa ka mid ah: kow, ikhlaaska. Kadalika linasrifa canhu suua walfaxshaa innahu min cibaadina almukhlasiin. Nabi Yuusuf markii alla ka waramaya ilaahay tilmaamayeen xumaha iyo faxshaaga waxaasoo dhan alla ka weeciyey, waxaa lagu celeeyey inuu yahay addoommaha ilaahay ee mukhlasiinta ama la doortay. Ikhlaasku markaa wuxuu ka mid yahay, bay culimmadu yidhahdaa, waxa wanaagga iyo toobadda qofka ugu gargaara. waxaa ka mid a bay culammadu yidhaahdaan toobaddu qofku markuu keeno waxa khayrka ku haya: almujaahada, waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha lamaca almuxsiniin. Inaad dadaashid oo aad khayrka ku dadaashid. Waxaa ka mid a waxyaabaha qofka mu'minka toobadda ugu gargaara inuu rajada soo dhimo. Qasri alamal, haddaad tiraahdo sii noolaan doontaa, weli dhallinyaraa toobad baa hadhay, haddaa curdinkaba malakulmood kugu qabtaa, uma baahna markaa inaad da' gaadho dheer. Sidaa daraaddeed garirmaysid wakhti naftu kaa baxayso. Ta kale, macsidu hadday badato, macsiba macsiba ay cuquubo u keentaa, macsidaadii baa laguu sii ciqaabayaa mid kale. Sidaa awgeed, waxaa fiican qofka mu'minkii siduu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam: dunidan ku noqo, kun fi dunya kaannaka gariib aw cabri sabiil, mid ka tallaabaya jid ama mid gariib oo meesha soo galay uun.
هداد نيداد أملك هداد سوقها بس توبة داد وي بدانس حيابا توبة دا كالمية وحكم دا قونتي علمي الشرعي قاينو برطو وهي علمي قوة توش نلاشا لغو إفسده وشي والب حقيقة دي سلغو أركو وعبادة خير خيلة دا لغو أركو معسيدو بلا يدا يودتنا لغو أركو وحكم دا وحيابا دادك توبة دي وناقيا خير كوغو قرقارة إنو قفكو فراغة دا إسكا إلاليو إيا كالي نمدا بينا دا كالي نمدا نبقو حدي عليه الصلاة والسلام متكو كالي سفرة وشيطان لابدنا وشيطان سدح دونا وصفر بالليل يعني الشيطان كنت أتكلت هاي وكو لما يه آد بكو لتشوغا وحالا ميدا انت آد فراغة إسكا تهي قفكا مؤمن كي إنا نو فراغة نغم بافيعا يعني. عبادكو مشغول وحبرشكو مشغول حوكسكو مشغول وقتكا استعمال وحي كان سنة سيند معاسي ذاك فوقاته لكن اللي يردو هداد قول انت تسكحر تون تي فيقا داوته ويدوري ريسة سيدا وقاد علماء دوحيدا وحيابا قفكا معاسي ذاك الدركية توبدنا ودوية وحاكم ذا البعد عن المثيرات وحيابا قفكا هميقي سكعيين وكدركو جرائي تي في وحيابا نحن قرن كفافيونا وحاكم ذا وايو ابن الجوزي بقى لغا شيقين لها من قارب الفتنة بعدت عنه السلام نيكا بلايا دو دوادية ميشا امتحانكا نبت قليا كاوي كان اراتي بولي داد مشكلاتك ادرك تواردب وحكم اذا طوبة دا وحكونا اتشي دادك خيرك قباينا تراعضا كوا شركا قبايسك قهدي الرماها عربتو دا انت بدلين اتك فكرتي ايا اناد ان بدن كود داشد اناد باريضو الهي ويدي ستين طوبة دا كوافتشيو ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إخوتي في العقيدة وحنكو سوق قبيني نبي محمد عليه الصلاة والسلام عائشة مركي بين تلقى الشيخ اللي يدين بي الرعدية وكان يوازيني ستية وحكان أيو انتو يمي بحديثك بخاري يا مسلم باو حقولي وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله نهوي هدي أد واحد ذنبي طاب طيب النبي وكوري إلهي ونو طابتك إلهي سبحانه وتعالى وطابتك قفك مؤمن كي مركا وحكستا وكردعا وإنو طابة اللازمة طابة داسو حي كان سانسة وإنو باهن إنو ما دورنا من طابتك أنتو ولغا طابتك أنو حمد دمانتي لغا طوبات كانو شر دمانتي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكوت الماما يا صفات ضدك مؤمنين تي متقين تي نيتي والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم هو هدي حمى السمايان أما نفتو هذا ظلميان إلهي سبحانه وتعالى وطوبات كانو بالي حين هو بهانا ينولو الشيء نوردم طوبات بيو بهانتي كأمة أي نو بهانا ينو طوبات كانو كأفراد يا كأشخاص كعائلة إن توبت كان توبت روحي كان سان يساون إن إلهي جتكي سأون نقول سبحانه وتعالى خير كان الرعنه إنت هزنك سوكو بي والله أعلم بالله توفيق السلام عليكم.